بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا حلقه مميزه، هيكون عندنا النهارده قضيه مهمه جدا، قضيه بتخص المدربين ولاعبي قطاعات الناشئين في مصر كلها. كمان هيكون ضيفنا ان شاء الله في الجزء الثاني الكابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2008. ما شاء الله عندنا فريق 2008 في براعم النادي الاهلي، فريق مميز جدا، فريق مليء بالمواهب. قبل ما نروح لفقراتنا وبرنامجنا النهارده، تابعنا كلنا خلال الايام القليله السابقه طبعا موضوع محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي، وتم ايقافه 4 مباريات. قبل ما نروح لموضوع محمد الشناوي وايقافه، عايزين نرجع مع حضراتكم يعني لورا من بدايه الدوري الممتاز. النادي الاهلي بيتعرض لظلم شديد جدا من لجنه الحكام في خلال الدوري الممتاز، من اول مباراه انطلقت في بطوله الدوري الممتاز. النادي الاهلي تعرض لظلم بين امام نادي وادي دجله، النتيجه انتهت بالتعادل امام وادي دجله، والنادي الاهلي فقد نقطتين مهمين جدا في مشوار الدوري. النادي الاهلي كان ليه ركله جزاء صحيحه 100%، حكم الفار وحكم الساحه ما شافوهاش مقصوده، وهنقول هنا مقصوده، وهرجع لحضراتكم تاني واقول لحضراتكم مقصوده ليه. المباراه الاخيره كانت امام البنك الاهلي، النادي الاهلي قدم مباراه كبيره، النادي الاهلي احرز هدف في الشوط الثاني عن طريق اللاعب ايمن اشرف، كان هدف صحيح بنسبه 100%، حكم الفار لغاه كابتن عمرو الشناوي. وعايز ارجع هنا واقف قدام الكابتن عمرو الشناوي، واحنا زي ما احنا شايفين ده الهدف امامنا. الكباتن الحكام في الفضائيات ازاي بتدار الاستوديوهات التحليليه في التحكيم او المداخلات التحكيميه، بيتعمل كونسولتو في الحالات التحكيميه اللي فيها جدل، بيقود الكونسولتو بتاع التحكيم الكابتن احمد الشناوي. الكابتن احمد الشناوي في مكالمه مع جميع الحكام بيتشاوروا اللعبه هدف ولا مش هدف. كابتن احمد الشناوي حب يقنع كل الحكام ان الكره مش هدف وفيها فاول على ايمن اشرف، لكن الحكام كلهم اصروا على رايهم ان الكوره هدف والكوره ما فيهاش فاول على ايمن اشرف وهدف صحيح للنادي الاهلي، وده اللي طلعوا وقالوه، شفناه راي مغاير بالنسبه للكابتن احمد الشناوي. عشان احط لحضراتكم بس ازاي بتدار الحالات التحكيميه في الاستوديوهات التحليليه، الحكام اصروا على رايهم وشافوا ان الكابتن محمد سلامه حكم اللقاء كان لازم ما يرجعش الحكم الفار، وكان لازم هو اللي يحسب الهدف، وكان قريب من اللعبه 10 ياردات، يعني كان قريب من اللعبه جدا. النادي الاهلي خسر نقطتين كمان امام البنك الاهلي، يعني النادي الاهلي خسر 4 نقاط مهمين في مشوار الدوري في اول 7 مباريات، كان النادي الاهلي دلوقتي متصدر بطوله الدوري وبسهوله. الامر ما وقفش عند تعادل النادي الاهلي في الماتشين وادي دجله والبنك الاهلي، لكن في المباريات النادي الاهلي بيفوز فيها بنتيجه كبيره 3-4 برضه في اخطاء تحكيميه كبيره جدا على النادي الاهلي من قبل لجنه الحكام ومن قبل حكم الساحه وحكم الفار. بنشوف الحكام بتلغي اهداف صحيحه بتاع التسلل للنادي على النادي الاهلي، شفناها في مباراه على ما اعتقد مباراه المحله، شفناها في مباراه سيراميكا، شفناها في مباريات كتير في ال7 مباريات. تخيل النهارده كم الاخطاء الكبيره جدا في 7 مباريات بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد مقصوده 100% مقصوده. لو انتوا زهقتوا ان النادي الاهلي بطل للدوري من 20 سنة، احنا كجمهور ومجلس اداره ولاعيبه النادي الاهلي ما زهقناش. النادي الاهلي زي ما اتحارب السنه اللي قبل اللي فاتت على بطوله الدوري، السنه دي ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادره انها تحقق بطوله الدوري. عايزين نفكر حضراتكم ويا ريت تعرضوا لنا في الاعداد حالات تحكيميه مشابهه للكره او اللقطه اللي تم ايقاف محمد الشناوي فيها. بالنسبه لحكم المباراه قال في التقرير بتاعه انها لقطه عفويه وغير مقصوده من محمد الشناوي، علشان كده ما كانش فيها انذار ولا فيها كارت احمر لمحمد الشناوي بعد المباراه. وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دول 4 لقطات مشابهين، يا ريت لا اعرضوا لنا اللقطات الثانيه يا شباب لو سمحتوا. دي اللقطات زي ما احنا شايفين، اللقطه اللي فوق لرمضان صبحي في مباراه بيراميدز كابتن صباحي وهو بيشده من ايده، اللي تحت كانت قبل نهائي كاس مصر مصطفى محمد، اللقطه الثالثه لشيكابالا مع اللاين مان على الخط، ولقطه الشناوي هي اللقطه اللي شافوها يعني فيها خدش للحياء. اللقطات الثانيه زي ما الليمبي قال في فيلم 8 جيجا، فاكرين لما كان بيترافع في المحكمه
وقال يعني كانت جذبة رقيقة، جذبة هادئة، لكن جذبة محمد الشناوي كان فيها خدش الحياة. هم شافوها كده. النادي الأهلي النهاردة تقدم بالتماس لاتحاد الكرة أو اللجنة الثلاثية، بكرة هيبت الأمر في أمر محمد الشناوي. من هنا أتمنى، وهم عارفين إن القرار ظالم، أتمنى بكرة يعدلوا القرار. القرار اللي طلع بإيقاف محمد الشناوي 4 مباريات أتمنى أن يتم العدول عنه، وإن محمد الشناوي ياخد حقه. محمد الشناوي لا يستحق الطرد ولا يستحق الإيقاف. دي كانت رسالتي للجنة الحكام وأيضا للجنة الثلاثية، استقيموا يرحمكم الله. الحاجة التانية اللي هنروح ليها النهاردة الساعة 5 بقى، الحاجة المنورة، النادي الأهلي اللي بيتحارب، النادي الأهلي اللي شرف الكرة المصرية والكرة الأفريقية، النادي الأهلي اللي بيكتب التاريخ وبيكتب الحاضر. النهاردة كانت الساعة 5 قرعة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ الكرة الأفريقية، أكثر نادي يكون موجود في كأس العالم للأندية. دي القرعة. إن شاء الله النادي الأهلي يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة أمام الدحيل القطري. فرقة قوية هيكون ليها استعداد خاص. طبعا عندنا لسه مباراة المقاولين وبيراميدز، ده في مشوار الدوري، تنتهي مباراة بيراميدز هنفكر بقى في كأس العالم للأندية. إن شاء الله النادي الأهلي يعني يفوز في أول مباراة وتكون دفعة قوية ليه. بعد كده يقابل إن شاء الله بايرن ميونخ. لو ما قدرش التوفيق للنادي الأهلي هيلاعب الخسران من فريق تايجرز المكسيكي وأولسن هيونداي الكوري. لكن من هنا بنتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي، محفل عالمي، بطولة أنا شخصيا كنت موجود فيها لثلاث سنوات في 2005 وفي 2006 و2008. احنا كلاعيبة عشنا أجواء عالمية، حاجة زي كأس العالم، زي كأس العالم بالظبط، حاجة كبيرة. كأس العالم للمنتخبات حاجة كبيرة جدا، الملاعب، التنظيم، الاستعدادات للمباراة، التركيز. كمان لما ربنا كرمنا في 2006 وتوجنا كمان بالميدالية البرونزية، يعني كان احتفال كبير جدا هنا في مصر. أتمنى إن شاء الله من الجيل الحالي، الأول عندنا ماتشين مهمين، ماتش المقاولين العرب ثم بيراميدز، بعد كده نبدأ نفكر إن شاء الله في كأس العالم للأندية. نتمنى إن شاء الله للنادي الأهلي زي ما هو كتب تاريخ يكتب حاضر جديد بالنسبة للكرة المصرية والكرة الأفريقية. نروح مع حضراتكم لأول فقراتنا النهاردة وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها مع كواليس قرعة التصفية النهائية لدوري الجمهورية للناشئين والشباب. طبعا 2003 و2006 و99 و2001 هيلعبوا التصفيات النهائية. مسابقة 2003 و2006 هتقام من دورين في التصفيات النهائية، بينما 99 و2001 هتقام من دور واحد. وفي حالة إنهاء أي فريق للمرحلة النهائية وهو في الصدارة بفارق 3 نقاط أو أقل عن صاحب المركز الثاني، هيلعب الفريقين مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري. نروح للخبر الثاني. تعرف على قرعة التصفية النهائية لدوري الجمهورية للشباب مواليد 99. طبعا عارفين بطولة 99 تقام من 3 مجموعات، المجموعة الأولى صعد منها الأهلي وإنبي والإنتاج الحربي، المجموعة الثانية صعد منها الزمالك والإسماعيلي وسيراميكا، المجموعة الثالثة صعد منها سموحة والمقاولين العرب وبيراميدز. إن شاء الله النادي الأهلي هيواجه الإسماعيلي في أول مباراة في التصفية النهائية في استاد القناة الجديد يوم الخميس 21/1. أيضا الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001. 3 مجاميع أيضا، المجموعة الأولى صعد منها المقاولين العرب وطلائع الجيش والاتحاد السكندري، المجموعة الثانية الأهلي والجونة وإنبي، المجموعة الثالثة سيراميكا والإسماعيلي وبيراميدز. أول مباراة هتكون إن شاء الله النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا يوم 24/1 الأحد. أهلي 2003 يفوز على الإنتاج الحربي بهدف في بطولة الجمهورية ويتأهل للمرحلة النهائية، أحرز هدف اللقاء في الدقيقة 80 اللاعب سمير محمد. أهلي 2005 يفوز على الطيران بسباعية نظيفة في بطولة القاهرة، أحرز أهداف اللقاء اللاعب سيف أيمن 3 أهداف. وافتكروا الاسم ده، سيف أيمن ما شاء الله من اللعيبة المميزة جدا في قطاع الناشئين وأيضا في فريق 2005.
اللاعب سيف الطيب واحمد عزت ويحيى احمد واحمد فكري هدفا لكل منهما. كابتن شريف عبد الفضيل المدير الفني لفريق 2005 بيقول بطولة المنطقة قوية وقطاع الناشئين بالاهلي يشهد طفرة كبيرة. اهلي 2006 يفوز على سموحة بثنائية في بطولة الجمهورية، احرز هدفي اللقاء اللاعب عمار وليد حافظ، ما شاء الله على عمار، احرز في الاسماعيلي وكمان في سموحة، والهدف الثاني عبد الرحمن النحاس نجل الكابتن عماد النحاس في الدقيقة 94. كابتن سيد غريب المدير الفني لاهلي 2006 بيقول اهلي 2006 يقدم عروضا رائعه وهدفنا اعداد لاعبين للفريق الاول. اهلي 2008 كابتن اسامه زكي المدير الفني اللي هيكون ضيف النهارده ان شاء الله بيقول او بيفوز على الشمس 8-0 في مهرجان البراعم. دي كانت اخبارنا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم التصفيات النهائيه خلاص هتبتدي، مواليد 99 وايضا مواليد 2001 وكمان 2003 و2006. عايز اناقش مع حضراتكم قضيه مهمه جدا، عندنا قضيه مهمه جدا يعني اترمت خلال الفتره اللي فاتت، هي قضيه النهارده الغاء مسابقات الناشئين. خلاص 2006 و2003 و99 و2001 بطولات الجمهوريه هتستكمل من دورين ومن دور، في اللي من دورين وفي من دور، لكن النهارده مهرجانات او مسابقات البراعم، مسابقات المنطقه، النهارده اتحاد الكره او لجنه المسابقات بتفكر انها تستكفي بالبطوله وتلغي البطوله. النهارده عندنا مشاكل كبيره جدا لو تم الغاء هذه البطولات. النهارده احنا في شهر يناير، البطولات الجديده لما بتبدا في شهر 10 او 11 في نفس السنه، يعني النهارده هيتم توقف للبطولات اللاعبين او المسابقات ما يقرب من 10 شهور او 11 شهر. ده مسافه كبيره جدا انك توقف اللاعب، حتى لو اللاعب بيتمرن في ناديه، فالنهارده ابتعاده عن البطولات او المنافسات الرسميه ده هيقلل من مستوى اللعيبه. طيب ده بالنسبه للاعبين. الحاجه الثانيه والحاجه الاهم بقى المدربين. احنا شفنا في جائحه كورونا السنه اللي فاتت لما ظهرت، كان النهارده كان في صعوبه على الانديه انها تسدد مستحقات المدربين. في مدربين قعدت في البيوت في بيوتها وما قدرتش انها النهارده تصرف النهارده او الانديه تصرف عليها او تديها مرتباتها مستحقاتها. النادي الاهلي كان غير كل الانديه، بالمناسبه النادي الاهلي كان كل العاملين وكل المدربين واللاعبين في قطاع الناشئين خدوا مستحقاتهم كامله. النهارده لو انت وقفت المسابقه، النهارده الانديه خلاص بتقول للمدربين النهارده المسابقات وقفت، ما اقدرش اديك مستحقاتك، اديك منين؟ فالنهارده انت بتحط مشكلة بالنسبة للاعبين وبالنسبة للمدربين. نروح نتعرف على رأي مهم جدا مع أبو الأشبال بقى، كابتن إمام محمدين مدير قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري. مساء الفل يا كابتن إمام. كابتن أسامة إزاي صحتك حبيبي؟ إزاي حضرتك؟ طمنا عليك، وحشني كتير. والبرنامجك الجميل والكل مستمعي قناة نادي الأهلي حبيبي. بنتكلم عن قضية مهمة يا كابتن إمام، لكن قبل ما أروح لها كان في اجتماع مهم في اتحاد الكرة مع جميع رؤساء قطاعات الناشئين في مصر، يعني ابرز ما دار في الاجتماع ايه يا كابتن امام؟ والله يا كابتن اسامه، هو احنا بادرنا الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنه المؤقته بنيه مبيته كده بدري ان هو في الغاء للمسابقات، في نيه للغاء للمسابقات؟ لا تاني الحته دي يا كابتن امام. بدري كانت الكلمه بدري. قعدنا نناقش مستقبل الكوره، انا طلبت عايزين نعرف دايما متابعتنا بتستمر لغايه انهي مرحله، يعني مثلا جيل 2001 هيلعب لغايه 2022 2023 ولا هينتهي في 2021؟ عشان احنا عندنا القضيه مختلفه شويه كابتن اسامه. انا هناقش حضرتك في حاجتين مهمين قوي. اتحاد الكره عنده مشكله كبيره قوي ما بيراعيش مصالح الانديه اللي بتربي ناشئين وبتصرف ملايين الملايين. تمام. بمعنى لو انا عندي منتخب بيلعب في منتخب مصر فشل في الاتحاد فهو بيلغي مسابقاته. هو ما بيهموش الجيل ده بقى خلاص. طالما انت فشلتني على مستوى المنتخب انا هفشلك على مستوى النادي وعلى مستوى الاستثمارات وعلى مستوى كافه الامور. والدلائل موجوده عندنا من ايام جيل 93 94. بمعنى انه ممكن يمد لك مسابقه ل 21 سنه عشان انت منجح له شغله، وممكن يلغيك لو انت فشلت.
يعني النهارده قرارات، يعني عايز اقف عند النقطه دي مهمه جدا يا كابتن امام، يعني التفكير كله النهارده في مسابقه 2003 و2006 اللي لها منتخبات، اما الفرق الثانيه خلاص مش في الحسبان، مش مهم الانديه. بالظبط كده يا اسامه، بالظبط. والكلام ده مش جديد، ده بيتعمل من 2013. هدي لحضرتك مثال بسيط، احنا عندنا جيل 99 دلوقتي بيلعب لغايه 21 سنه. ايه هو المبرر القانوني؟ مش معروف. ايه المبرر الفني؟ مش معروف. انه بيراعي مصالح الانديه اللي هي شريك معاه في صناعه منتج المنتخب الوطني سواء ناشئين او شباب او اولمبي. المفروض ان احنا في منظومه واحده متكامله. مظبوط. انا راعي النادي الاهلي والزمالك وانبي والمولين وكافه انديه مصر، لان هم المكون الرئيسي لمنتخباتي. طبعا. طب انا جيل 2001 ذنبه ايه ان الكورونا ضربت عصفت بامال المنتخب دوت فيلغي له مسابقه؟ كان النيه ان احنا نلغي مسابقه 2001 مجرد ما تنتهي المسابقه التمهيديه الاولى اللي هي الدور الاول ده. فبالتالي انا في الاجتماع قلت له يا كابتن ما ذنب الانديه وما ذنب اللاعبين والاجهزه الفنيه؟ نفس القضيه اللي ناقشتها قبل ما تدخلني على هواء يا كابتن اسامه. مظبوط. النهارده النادي الاهلي صرف موسم عشان هو النادي الاهلي. يعني كابتن محمود الخطيب ممثلا للكره المصريه والنادي الاهلي بقيمته، انا ما بجاملكش في الكره، لكن ده هو ده النادي الاهلي، فاستمر يصرف سنه كامله رواتب من غير انجاز، من غير نتائج، من غير ترتيب، من غير مسابقات، بيطلع بطل عايز يمثله يلعب باسم افريقيا ويلعب باسم النادي الاهلي في بطولاته المحليه، ومن ثم بيخدم المنتخب الوطني سواء ناشئين او شباب او اولمبي. لا، وانا السنه دي كمان يا كابتن امام في النادي الاهلي، يعني النهارده في ميزانيه كبيره مكلف السنه دي، بجيب مدير فني اجنبي، بجيب مدربين على اعلى مستوى، بصرف علشان اشوف النتاج ده. مش مهم المسابقه على قد ان انا اشوف لعيب في الفريق الاول. فالنهارده بمنتهى السهوله، لا خلاص الغاء المسابقات، قرار يعني. هي دي النقطة يا كابتن أسامة اللي لازم تتناقش على المستوى العام لمصر. لازم نبقى شركاء في العمل. أنا أنجح الأندية إزاي وأنجح نفسي إزاي؟ اتحاد الكورة أنديته اللي هي الأهلي والزمالك وإنبي ومقاولين وإسماعيلي وكافة أندية مصر العريقة دي هي المكون الرئيسي لمنتخبات مصر. هو المنتخب بيجيب لعيبته منين؟ من الأندية. لازم أنا أساعد الأندية اللي بتنتج. هو يعرف ميزانية النادي الأهلي كام في الناشئين؟ طرف كم مليون، طرف كم مليار عشان نبقى ممثلين في المنتخب انا وانبي والاتحاد وهكذا. فلازم نراعي مصالح بعض. طب على المستوى العام يا كابتن اسامه، ما ذنب الاداريين والممثلين ومعظم انديه مصر؟ مجرد ما هتوقف النشاط هيقلص الرواتب الشهريه. هي دي بقى النقطه الاهم يا كابتن امام. النهارده اتكلمنا عن اللاعبين 11 يا اسامه، الناس اللي فاتحه بيوتها دي واحد. حد يقول كده القيد يبتدي 11 انهي المسابقه في واحد؟ يعني احنا لعبنا 11 و12 وواحد خلص الدوري. ثلاث شهور في السنه عشان اقعد تسع شهور مجمد؟ ده انت عشان تهد فورمه رياضيه بتاخد اسبوع اجازه يا اسامه عشان ترجع تبني فورمه رياضيه. تمام. تسع شهور ده انت بتصيح باجيال كبيره جدا. ده تخبط واضح في المنتج. انت لا عندك مسحه ولا عندك متابعة للكورونا عشان تقول طب ما انا ما بعملش حاجة في الناشئين. النادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي فلان والنادي فلان هو اللي بيعمل كافة الاجراءات الاحترازية للاعيبته الناشئين دي. طب انت بتعمل المسحات عشان ده دوري استثماري فريق اول. ذنب الناشئين ايه ان الموسم بتاعهم يتقلص يبقى ثلاث شهور؟ والنهارده احنا في يناير يا كابتن امام، احنا في يناير النهارده المسابقات تقف عشان ابتدي الموسم الجديد شهر 10، يعني هتوقف 10 شهور. في لعيب يبتعد عن الملاعب والمنافسات الرسميه 10 شهور او 11 شهر، وبنعمل اجيال للانديه واجيال منتخبات مصر. لا، انا قعدت مع الكابتن ايمن عبد العزيز والكابتن رضوان وكل ممثلي مديري القطاعات، يمكن النادي الاهلي والانتاج وانبي بس اللي ما جوش، وكنا بنتكلم بلسان حال الكل. ما هوش انا نادي الاهلي يبقى ممثل، ما انا بمثل برضه الاهلي، ما هو نادي عريق في البلد، ما يضرنيش في حاجه، لكن انا بتكلم باسم الجماعه دايما. يا احمد بيه، حتى انا اللي طلبت ان الموسم يمتد، طب اعمل لنا دور واحد، ده الدوري كان هيتلغي كمان اسبوع. ده انا اللي طلبت، عشان كده هيستمر لغايه حاجه و20 2 يعني، فاهمني يا كابتن؟ طب المسابقات اللي هي منطقه المحليه بتاعت البراعم ما لعبوش خمس مباريات،
ما لعبوش خمس مباريات. ولو عايز تعمل اجراءات احترازيه فيها في لو عايز تعمل اجراءات احترازيه فيها ممكن ولي امر واحد يحضر مع الولد وتنظم والدنيا تشتغل في الوقت اللي مصر بتنظم كاس العالم لليد وبصوره مشرفه وبتبهر العالم كله. احنا هنا عايزين نلغي مسابقات الناشئين والبراعم. منتهى التخبط يا كابتن اسامه من غير تجريح، مفيش منظومه، احنا بنشتغل تحت حكم اراهوش مع احترامي للدكتور محمود سعد اللي هو جاب مسؤول الانديه اللي هي في المطبخ تفند وتشتغل وتقول له سلبيات وايجابيات من كل مرحله. احنا بنحسبها عداء للاهلي فنعاديه، عداء للزمالك نعاديه، القصه مش عداء مع الانديه، هي مصالح مشتركه لاحياء الكره المصريه. احنا بقينا في القرن 21، مش ممكن العقليات اللي بتدير دي تفضل بالعقليه دي طول عمرها. وده للاسف يعني حالنا، حال التخطيط. الناس بتخطط ل 10 سنين و20 سنه قدام، وزي ما انت قلت يا كابتن امام للاسف ما فيش تخطيط. كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري، شكرا جزيلا لحضرتك، كانت مداخله مهمه جدا من يعني خبير في قطاع الناشئين الكابتن امام محمدين، وليه باع كبير وتاريخ كبير ودايما اراءه مهمه جدا. عشان تاخد اراء مسؤولين لازم ترجع للناس اللي في المطبخ، الناس اللي في المطبخ ده في المطبخ دايما. كابتن امام محمدين ما شاء الله طلع اجيال كتيره لمنتخبات مصر، ناشئين وشباب واولمبي منتخب اول، كل الاجيال هتلاقي لعيب في بصمه من امام محمدين. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. خبر حصري لسه دلوقتي البرنامج الاشبال يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وهو تمديد عقد اللاعب محمد شريف وحارس مرمى النادي الاهلي الكابتن علي لطفي. زي ما احنا شايفين دلوقتي الاهلي يمدد عقدي محمد شريف وعلي لطفي. محمد شريف لاعب كبير وعلي لطفي كمان حارس مرمى كبير، في الوقت الصعب اللي بيكون بيشارك فيه مع النادي الاهلي بيسد. ما شاء الله عندنا يعني ما عندناش محمد الشناوي بس، عندنا الشناوي وعلي لطفي وكمان مصطفى الشوبير. محمد شريف ما شاء الله السنه دي بعد رجوعه من انبي بيؤدي مباريات قويه مع النادي الاهلي. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لمحمد شريف وعلي لطفي، وهو ده الاستقرار اللي بيتم داخل النادي الاهلي. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في الدوري وكمان في بطوله كاس العالم للانديه القادم. قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيمر بطفره كبيره جدا، الطفره مش بالكلام، الطفره دلوقتي هنشوفها مع حضراتكم من خلال جدول ترتيب المسابقه. هنبتديها مع جدول مسابقه 99، ما شاء الله النادي الاهلي متصدر جدول المسابقه، لعب 8 مباريات، فاز في 6، تعادل في مباراه، هزيمه في مباراه وحيده، له 23 هدف وعليه 7 اهداف، عنده 19 نقطة، انبي في المركز الثاني وانتاج الحربي في الثالث، غزل محلة في الرابع والجونة في المركز الخامس، ده بالنسبة ل 99. نروح ل 2001. 2001 أيضا النادي الأهلي متصدر في المركز الأول، لعب 10 مباريات، فاز في 7، تعادل في مباراة واحدة، هزيمة في ماتشين، له 12 هدف وعليه 5 أهداف، له من النقاط 22 نقطة. الجونة في المركز الثاني، انبي في المركز الثالث، سموحة في الرابع، الانتاج الحربي وغزل المحلة. نروح لجدول المسابقة 2003. 2003 كان عندنا من الفرق اللي ما بتنافسش او بتبتعد عن صدارة المنافسة، ما شاء الله السنة دي مع الكابتن محمد شرف وصلت التصفيات النهائية، هي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، انبي في المركز الأول، سموحة في المركز الثالث، الإسماعيلي في المركز الرابع، والخامس الانتاج الحربي، والسادس الجونة. نروح لمسابقة 2006، ما شاء الله عندنا مسابقة قوية جدا، مسابقة 2006 بتلعب بطولة الجمهورية، وكمان ما شاء الله فرقة مميزة جدا فرقة 2006، النادي الأهلي متصدر في ترتيب المسابقة، لعب 8 مباريات، فاز في 8 مباريات، ما شاء الله العلامة الكاملة، مفيش تعادل، مفيش هزيمة، له 17 هدف وعليه 6 أهداف، 24 نقطة، المركز الثاني الإنتاج الحربي، المركز الثالث الإسماعيلي، المركز الرابع المقاولين العرب، الخامس سموحه، والسادس وادي دجله، والمركز السابع البنك الاهلي. ده جدول او شكل جدول المسابقه مع فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكنا مع حضراتكم مع مباراه 99 اللي زعناها الاسبوع اللي فات، كانت امام الجونه وما شاء الله النادي الاهلي، وشفنا لعيبه ما شاء الله ظهرت بمستوى رائع، وشفنا كمان 5 اهداف رائعين وقتها. نروح بقى لفريق 2001، الفريق اللي ما شاء الله فريق بيقدم مباراه قويه معاه دلوقتي الكابتن معتز اينو بكامل مسيرة الكابتن ياسر رضوان اللي يعني دلوقتي في نادي شبين، نتمنى له التوفيق. وبالمناسبة راح نادي شبين الكابتن ياسر رضوان يعني بعد موافقة
النادي الاهلي والكابتن خالد بيبو بيستكمل المشوار مدير فني كوف الكابتن معتز اينو ايضا بيواصل سلسله الانتصارات. فريق 2001 في المباراه الاخيره فاز امام الانتاج الحربي بهدف سجله اللاعب محمد رضا. نروح نشوف مع بعض هدف اللقاء. هدف من الاهداف الحلوه جدا. طبعا مفتاح الهجمه هو اللاعب احمد سيد عبد النبي بيلعب باك رايت ما شاء الله لعيب مميز جدا في 2001. وكمان التكمله الهجوميه والمتابعه شفنا لعيبه النادي الاهلي عدت الثاني الثالث كان موجود الانتشار داخل ال 18 انتشار جاي. ايضا كمان الاشبال كانت موجوده مع لعيب النادي الاهلي. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه. الحمد لله يعني 3 بونت مكسب معنوي. احنا تقريبا حسمنا الصعود، بس احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الثلاثة بونت المكسب بيجيب مكسب، تعود اللعيبه عن المكسب هيفرق معانا اللي احنا داخلين بعد كده على الادوار الثانيه، ادوار صعبه لازم العقليه تبقى متواجده. المكسب 3 بونت الحمد لله رب العالمين، ثاني مكسب على التوالي بعد ماتش سموحه كان برضه ماتش صعب في اسكندريه كسبنا بعد كبوه الجونه. الحمد لله رب العالمين على 3 بونت والحمد لله على الاداء الحمد لله. لا طبعا الحمد لله، يعني النهارده الحمد لله كنا ماشيين كويس الشوط الاول، بس الشوط الثاني يعني نمنا شويه، بس يعني الحمد لله. بس يعني فالثلاث نقط احنا لازم، احنا الاهلي طبعا لازم نلعب على المكسب، احنا ما بنلعبش بقى على صعدنا ولا ما صعدناش، بس احنا بنلعب على المكسب، احنا النادي الاهلي تعودنا كده وهنفضل على طول كده. احنا على طول بنتمرن عليها لما نطلع لبره الفيرود بيجي على القريبه والناس بتكمل وراه، فاحنا متعودين عليها يعني فعملناها والحمد لله جت جول. الحمد لله النهارده ماتش كويس، عملنا شوط اول كويس، الشوط الثاني كان سيء شويه، اللعيبه مجهده كل ثلاث ايام ماتش، فاللعيبه كان في شويه اصابات، بس الحمد لله قدرنا نحافظ يعني، وانا وحمزه والناس كلها بنحاول ننزل نساعد لو مش موجودين فوق في السكور مع الدرجه الاولى، بس فالحمد لله الواحد بيحاول يحافظ على نفسه يعني، ان لو مش موجود فوق يحاول ينزل يلعب مع فرقته عشان يحافظ على نفسه يوم ما الناس تحتاجني فوق اكون موجود يعني ان شاء الله. هو طبعا شرف لاي حد ان هو يكون بيتمرن مع الفريق الاول ويكون موجود مع الفريق الاول، وطبعا انا بحمد ربنا وبشكر النادي ان هو مديني الفرصه دي، بس اللعب برضو هو اللي بيجيب يعني لعب. طبعا احنا كلنا لعيب الكره وعارفين ان اللعيب مهما اتمرن ومهما اشتغل على نفسه يعني مستواه هيقعد يعلى وهيبقى في الفورمه بتاعته مع لعب الماتشات، ودي حاجه طبعا النادي بيحاول يعملها لنا ان احنا نكون بنتمرن طبعا مع اللعيبه الكبيره اللي موجوده فوق، بس في نفس الوقت ان احنا نكون جاهزين بدنيا وفي فورمه ماتشات باللعب مع فرقتنا تحت يعني، وده طبعا شرف لاي حد يعني. مش معنى ان الواحد الحمد لله ربنا كرمه وطلع يتمرن فوق ان هو مش هينزل يلعب مع فرقته، لا ده شرف كبير طبعا. الحمد لله طبعا على المكسب النهارده والثلاث نقط. اداء يعني ما كانش احسن حاجه، الشوط الاول لعبنا كويس، الشوط الثاني الاداء نزل شويه، بس الحمد لله. وبالنسبه يعني لعيب النادي الاهلي عامه بيلعب في اي مركز يعني، تحطه مساك، تحطه باك، تحطه انت، احنا بناخد حصص وبنشوف التكتيك بتاع كل لعيب في الملعب بيعرف كل ال 11 مركز تحركهم ازاي، فانت طبيعي ان انت تحط في اي حته تلعب، وهو ده لعيب النادي الاهلي يفرقك عن اي نادي تاني. طبعا كابتن معتز بيتكلم في الضغط، ازاي نضغط مع بعض، انت بتضغط 10 لعيبه على 10 لعيبه، مفيش حد يضغط لوحده، واحد
يكسل، انت لو واحد كسل كله هيتضرب، لازم الفرقه كلها تضغط مع بعض، ازاي نلعب وازاي نحضر الهجمه من تحت، ازاي ما نلعبش الطويل، في وقت تلعب فيه الطويل تكبر الفرقه المنافسه اللي هي ترجع لورا، في وقت تلعب على الارض. يعني هو احنا اللي بنتحكم في ريتم المباراه وهو ده الطبيعي. يعني هو الشوط الاول كنا شغالين كويس، يعني بنبدا من تحت الهجمه، في كور ساعات نلعبها طويله، كانت كل حاجه يعني متظبطه. ومن 2001 ايضا نروح ل 2003، ايضا فريق 2003 اللي بيلعب بطوله الجمهوريه فاز على الانتاج الحربي في ملاعب الناشئين بمدينه نصر 1-0، سجل الهدف اللاعب سمير محمد. نروح نشوف الهدف مع حضراتكم. هدف من الأهداف الحلوة، سلاح الكرات العرضية، زي ما شفنا فريق 2001 بيفوز بكرة عرضية، أيضا فريق 2003 بيفوز بكرة عرضية عن طريق اللاعب سمير محمد. أيضا كاميرا الأشبال كانت موجودة مع فريق 2003 في ملاعب الناشئين. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة، بعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. احنا فكرناهم بس بوعد اللي قطعنا بينا وبينهم، ان احنا كل ماتش لازم نطلع بثلاث نقط في الاول في الاخر، سواء عدينا بشكل كويس او ما عديناش بشكل كويس، اداء كويس مش كويس، لازم نطلع بثلاثه بوينت. فهم بين الشوطين قلنا لهم في ثلاثه بوينت عايزينهم باي طريقه. احنا من الشوط الاولاني كنا مستعجلين شويه على المكسب، لكن الحمد لله لما نزلنا هدينا شويه، بدانا نمسك الكره بشكل كويس، بنوصل بهدوء، الحمد لله ربنا كرمنا جبنا جول. هو كان ممكن نجيب تاني وتالت، لكن الحمد لله كاتب ربنا هو اللي بيسير. لا طبعا هو يختلف، لكن مش يختلف كتير، ان كل الفرق دي اصلا كلهم كنا بنلعب مجموعه واحده معاهم مع بعض، كل ثلاث مجاميع كان مجموعه واحده، لكن بظروف اللي احنا بنمر بيه فخلوه يعملوا ثلاث مجاميع، هيفرق بشكل ان هو مرحله تانية، يبقى في شراسه اكتر، معظم الانديه اللي وصلوا يبقى في قوه، كل واحد بيلعب على البطوله بقوته بكل حاجه، فدي هتبقى مختلفه شويه. بس كابتن محمد شرف شغال معانا كويس، ومش من المدربين اللي ممكن نتيجه ماتش تاثر في اسلوب اللعب. احنا اسلوب اللعب واحد من اول ما بدانا الدوري، والحمد لله ده رابع ماتش نكسبه. هو كل الكلام كان معايا، كنت نازل انا وسمين، كل الكلام بس ان احنا كنا ننزل نمسك ونزق على قد ما نقدر، نحطهم في نص ملعبهم ونبدا نحط كره اكتر في ال 18 ونشكل خطوره، والحمد لله يعني ربنا وفق. الحمد لله طبعا على المكسب والثلاث نقط في مشوارنا للبطوله.
احنا طبعا بنستعد من اول موسم، اللي احنا عندنا ثلاث مجاميع، مجموعتنا نحاول نصعد من اول عشان كابتن يدي فرص للناس وكده، واحنا بنستعد طبعا للدوري الاقوى اللي هو لما نصعد هيبقى فيه بطوله قويه ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كعاده النادي الاهلي ان شاء الله. والله احنا اثناء المباراه طبعا كان في شويه استعجال في الشوط الاولاني، عايزين نخلص الماتش بدري خصوصا ان احنا بنلعب كل ثلاث ايام ماتش، فعايزين نريح نفسنا، بس الحمد لله يعني المكسب جه في الشوط الثاني واللعيبه على قد المسؤولية يعني الحمد لله على الثلاثة بونت. يعني دي تعلمك كابتن شرف لما نزلت قال لي خليك دايما بين السردباكين، فالحمد لله زي ما هو قال لي الحمد لله اشتغلت والحمد لله على الهدف، الحمد لله حطيتها زي ما كابتن شرف وزي ما بنعملها في التمرين على طول. يعني السنة دي كابتن خالد بيبو بصراحة في تغييرات كتير في القطاع، ف كابتن مستر مايكل برضو معانا مغير لنا حاجات كتير في التمرينات وفي المحاضرات على طول قبل الماتشات، ففي تغيير الحمد لله السنه دي يعني تغيير ايجابي، وكابتن شرف على طول محاضرات واجتماعات قبل الماتشات وقبل التمرينات، واحنا الحمد لله بنحاول التمارين والحاجات اللي احنا بنعملها في التمرين بنحاول ننفذها في الملعب. يعني هو طبعا نادي كبير ونادي نفس اي حد يلعب فيه، والحمد لله اللي انا كنت معاهم في النهارده في الماتش واديت بشكل زي ما كابتن شرف قال لي، والحمد لله على الثلاث نقط، والحمد لله ان شاء الله الماتش اسمح اللي جاي لازم نكسبه، لان احنا الحمد لله لازم نسعد والاهلي دايما بياخد البطوله، والحمد لله على الثلاثة. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا مع حضراتكم قبل الفاصل فريق 2001 وفريق 2003 وشفنا اهداف ولقاءات ما بعد المباراة، أيضا نروح لفريق مهم جدا، فريق عندنا مميز في النادي الأهلي، فريق يضم عناصر جيدة جدا ومبشرة لمستقبل النادي الأهلي، فريق 2006 اللي كان بيواجه سموحة، كانت مباراة قوية على ملاعب الناشئين في مدينة نصر. في هذه المباراة ظهرت روح الفانيلا الحمراء، الروح والإصرار والعزيمة اللي ظهرت في الوقت الضايع في الدقيقة 94 من عمر اللقاء. كان النادي الأهلي متعادل مع سموحة 1-1، واللاعب عبد الرحمن عماد النحاس نجل الكابتن عماد النحاس احرز هدف الفوز او هدف فوز النادي الاهلي في الثواني الاخيره. سجل النادي الاهلي في الدقيقه 41 اللاعب عمار وليد حافظ، وهو ايضا من اللاعبين المميزين جدا، سجل الهدف الثاني عبد الرحمن النحاس. نروح نشوف مع بعض اهداف لقاء الاهلي وسموح. أهداف كلها حلوة اللي احنا بنستعرضها مع حضراتكم من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. العامل المشترك في جميع الأهداف اللي في الأعمار السنية كلها الكرات العرضية. تحس النهاردة المدير الفني الأجنبي يعني في جمل متفق عليها من قبل المدربين وأيضا المدير الفني الأجنبي، إن شفنا أهداف 2001 و2003 و2006 دايما العامل المشترك في جميع الأهداف الكرات العرضية. طبعا في مباراة سموحة الثواني الأخيرة وهدف الفوز للنادي الأهلي. نروح نشوف مع بعض لقاءات ما بعد المباراة. بشكر اللعيبة وبقول لهم ألف مبروك على الأداء وعلى الروح الكويسة. احنا اشتغلنا طول الأسبوع اللي فات على شغل معين. الولاد في الشوط الأولاني ما كانوش مركزين، انت عارف الولاد سن صغير 14 سنه بقى لهم 7 ماتشات بيكسبوا، فغصب عنهم يعني الدافع كان كبير ان هم حاسين ان هم كانوا مستطيلين الاول، حتى الجون جه في اول دقيقتين فعمل لنا مشكله، بس كان عندنا ثقه في ربنا في اللعيبه الحمد لله. احنا اتكلمنا معاهم بين الشوطين، انا اتكلمت معاهم وقلت لهم الماتش ده انا اللي هتسال عليه، انتوا مالكوش دعوه بالماتش، انا عاوزكم بس تلعبوا وتمتعوا نفسكم، واي نتيجه غير المكسب سيبوها لي انا، وانا كان عندي ثقه في ربنا في اللعيبه. انت شفت احنا ضيعنا قد ايه،
كان عندنا وانا جوه الملعب عمال اقول لهم ان شاء الله هنجيب ان شاء الله هنجيب، ان كان عندنا ثقه في ربنا في اللعيبه كويس قوي الحمد لله. احنا المجموعه الثانيه احنا كسبانين 8 مطوشه، احنا الفئه الوحيده اللي في مصر كلها كسبانه كل المطوشه، ففضل الله يعني الاداء كويس، لعبنا فئه كبيره وكسبناها. تعرف الاولاد برضو عندهم حلم، حلم ان هم يمثلوا النادي الاهلي درجه اولى ويمثلوا منتخب مصر. انا بشكر اللعيبه قوي على الاداء وعلى الروح لغايه دلوقتي يعني. والله يعني انا كنت فرحان جدا ان انا اكون سجلت اخر جون، وده الجون المكسب. احنا الحمد لله كنا رجاله، النادي الاهلي على طول بيكون راجل لاخر دقيقه، الحمد لله اللي انا كسبت فرقتي. قبل المباراه يعني كابتن سيد كان كل شويه يقول لي انت هتجيب جون وانت اللي هتكسبنا ان شاء الله، وادينا روح يعني قبل الماتش وفي وسط الماتش وفي اخر دقيقه كل يدينا تعليمات ازاي نجيب الجون وازاي نقف على رجلنا كرجاله. هو طبعا كل الاهداف مهمه طبعا لينا، احنا طبعا كابتن سيد مدينا ثقه زياده ان احنا لازم نكسب، رغم ان احنا فينا جون اولاني، بس احنا برضو الاهلي لازم يمشي في نفس المبدا ولازم على طول نفضل رجاله في الماتش ونلعب لحد اخر دقيقه. كابتن سيد كان قايل لنا ان هو عنده ثقه كبيره فينا، وان هو ان احنا ننزل نلعب لعبنا، وكل اللي فات دوت حاجه والماتش دوت حاجه تانية، لازم نكسب. وكل اللي كابتن سيد علمه لنا الحمد لله نفذناه. يعني احنا لعبنا من اول دقيقه رجاله، عامه دخل فينا جون بس لعبنا وجبنا جون وكسبنا والحمد لله. يعني كابتن سيد كان قال لنا ان شاء الله احنا هنكسب وكسبنا. كابتن سيد قال لنا ان شاء الله احنا هنكسب، الماتش ده صعب بس احنا هنكسب ان شاء الله، والحمد لله كسبنا وكابتن سيد شغال معانا كويس. دايما ايام الناشئين من الايام الحلوه، من الذكريات الحلوه للاعب، مهما وصل للعالميه ومهما وصل للالقاب عمره ما يقدر ينساها. نجمنا النهارده اللي هنتكلم عنه في مرحله الناشئين وهنشوف التقرير ده بعد شويه، بدا حياته تالقه هنا من مصر في كاس العالم سنه 97، كانت بدايته وكان انطلاقه حتى وصل للعالميه، وصل المنتخب البرازيل الاول وايضا كمان في اكبر انديه العالم ولعب في برشلونه. نروح نشوف التقرير ده عن رونالدينهو نجم البرازيل ونجم برشلونة، ونروح لبعدها لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيفي الكابتن أسامة زكي المدير الفني لفريق 2008. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم، برحب بضيفي النهاردة اللي مشرفني ومنورني الكابتن أسامة زكي المدير الفني لفريق 2008. ما شاء الله عامل شغل هايل مع فريق 2008، ما شاء الله عندنا مواهب فعلا حقيقيه. هو هيتكلم دلوقتي وهيقول اسماء وهيستعرض، وهتشوفوا دلوقتي اهداف ما شاء الله دلوقتي لنجوم كبار لكن صغيرين، ان شاء الله يكونوا نجوم في المستقبل. برحب بضيفي الكابتن اسامه زكي، منورنا وشرفنا كابتن اسامه. اهلا وسهلا كابتن، بشكر حضرتك وسعيد اني موجود في قناه الاهلي وموجود مع حضرتك طبعا. الحمد لله. طمنا بقى 2008، ما شاء الله بنسمع هنا من اول ما طلعنا برنامج الاشبال دايما بنذيع اخبار جيده عن 2008، دايما في انتصارات، دايما بنشوف اهداف حلوه كمان على 2008. والله الحمد لله فريق فرقه كويسه طبعا من اول الموسم، واحنا بدانا الموسم دوت في تصفيه عدد كبير من الفرقه طبعا بتعليمات من الكابتن خالد. البراعم كلها كنا بنصفي لان العدد كان كبير. كان عندنا حوالي تقريبا 40 لعيب في فرقه 2008، قعدنا فتره ولذلك بدانا بدري. يعني احنا من اول القطاعات البراعم اللي بدانا في مصر عشان نصفي العدد الكبير دوت. وطبعا دي كانت سياسه كابتن خالد اللي احنا نصفي العدد دوت او ننقي المميزين. السنه فات كان كام 2008 العدد؟ كان 40 لعيب. 40 لعيب؟ انا صفيت حوالي 20 لعيب. طبعا في لعيبه كويسه مشيت، بس النادي الاهلي احنا كنا مركزين على الكواليتي. اللعيب يكون مميز، احنا النادي الاهلي عايز لعيب مميز، لعيب عنده قدرات خاصه. في لعيبه كويسه لكن مش النادي الاهلي. فاحنا كنا مركزين على اللعيب المميز اللي ينفع النادي الاهلي، القماشه اللي تنفع النادي الاهلي. لذلك كان في اولياء امور كتير يعني زعلانين طبعا ان هم مشوا، لكن بعد كده شكروني. انا قلت لهم ممكن يبقى ليه فرصه ثانيه في اي نادي يلعب ويشارك، لكن هو مش هيبقى ليه فرصه في النادي الاهلي. فالحمد لله كنا مركزين من اول الموسم على ان ننتقي مجموعه كويسه من احسن البراعم اللي موجودين في مصر ومن احسن فرق البراعم في النادي الاهلي 2008. ما كانش في اختبارات السنه دي؟ لا ما كانش في اختبارات طبعا عشان الكورونا، بس انا اجتهدت ان انا اجيب حوالي جبت 4 لعيبه، حارس مرمى وثلاث لعيبه. يمكن حارس المرمى ده حارس واعد يوسف صلاح وبيشارك ولعبنا دوره زد، يمكن
لكن بعد فترة الإعداد وبعد ما صفينا لعبنا دورة زد، كانت دورة قوية جدا، كان حققنا فيها المركز الأول الحمد لله، يعني وحققنا العلامة الكاملة. كسبنا في أول ماتش زد وكسبنا الزمالك تاني ماتش عندنا احنا المباريات دي هنشوف دلوقتي الاهداف بتاعه 2008 في بطوله زد، واخر ماتش كسبنا بيراميدز الحمد لله رب العالمين. الاداء كان مهم عندي عن النتيجه، فالحمد لله الفرقه دي جمعت بين الـ 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 الاداء الكويس والنتيجه الكويسه في الدوره دي. زي ما احنا شايفين دي لقطات لفريق 2008، دي في مباراه وديه، دي استعداد لبطوله الدوري. كان ماتش الجيش، كان ماتش الجيش ده في الدوري ولا في قبل؟ لا كان في ماتش ودي. فلعبنا ماتشات وديه بعد كده طبعا قبل دوره زد. لعبنا استفدتوا انتوا منها دوره زد طبعا، كان تعداد كويس ليك حتى انك تتعرف على اللعيبه اكتر. احنا في الماتشات الوديه الحمد لله رب العالمين انا عارف قدرات اللعيبه، لكن في دوره زد كان يعتبر مقياس للعيبه ديت هيقدروا ياخدوا بطوله قويه زي كده ولا لا. اللعيبه ابو جزمه صفرة ده، ارجع لنا تاني كده بالهدف ده، ميسي ده ميسي. ده ميسي مسمينه ميسي، هو عمر عاطف مسمينه ميسي، ده من احسن اللعيبه اللي موجوده في البراعم في مصر، من اللعيبه اللي لفتت نظري. لا وفي لعيبه كتيره ليها قدرات خاصه في الفرقه دي. طب يعني قول لنا اسماء. في عندي من اول كده، من اول عندي حمزه الدجوي، وعندي يوسف محمود، وعندي وعندي صالح، عندي ناحيه اليمين في كريم تامر، وعندي عمر كمال، عندي ناحيه الشمال هشهش، ده يمكن الخواجه مسميه روبرتو كارلوس، لعيب كبير. هشهش ده لعيب كبير. عندي ناحيه الشمال برضو مهند جبته السنه دي، وعندي عمر محمود. عندي في نص الملعب سيف، وسيف ده يعني من احسن الديفندرات اللي موجودين في مصر كويس، وعندي عمر عدوي، وعندي بلال ده العطيه، بلال ده متعه، استضفناه السنه اللي فاتت. لعيب كبير، بس انا الحمد لله وظفته السنه دي بوزيشن غير البوزيشن بتاع السنه اللي فاتت. هو كان بيلعب راس حربه، انا لعبته لعيب نمره 8 السنه دي. عندي كمان في نص الملعب مروان، وعندي بجاد، وعندي قدام عندي حمزه، ده جبته السنه دي راس حرب هايل. راس حرب هايل، يمكن خد احسن من احسن اللعيبه في دوري زد، وخد الهداف كويس. وعندي ناحيه الشمال في عندي يوسف حلمي، وعندي شندي، وعندي غزالي، عندي ميسي طبعا بيلعب ناحيه يمين واشول، ومش عايز انسى حد بس عشان ما حدش يزعل، اتورط لو نسيت حد مش عارف ندخل التمرين بكره. عندي طبعا زياد ايوب برده راس حربه، لعيب كويس قوي. بتلعبوا كام وجول في الملعب يا كابتن؟ بنلعب مسابقه 12 سنه، بنلعب 8 وجول بس، يعني ده مؤشر للسنه الجايه. يعني احنا هنلعب السنه الجايه 11 الفرقه دي، ف 8 وجول بتبقى مؤشر كبير للسنه الجايه 18 صح. في لعيبه يعني السنه اللي فاتت كنت ماسك 2007، في لعيبه انا ما كنت عارف ان هي مش هتكمل في 11، وبالفعل ظهر السنه دي ان هم ما قدروش يكملوا في 11. طب انت ازاي النهارده مرحله سنيه صعبه 2008 هيحصل عمليه انتقاليه السنه الجايه من 18 ل 18 مساحه اللعب اللي بعد كده الملعب كله، ازاي الشغل والتحفيز والجمل طريقه اللعب يا كابتن اسامه، طريقه اللعب يمكن مستر مايكل السنه دي موحد الطريقه على القطاع كله، وخاصه فرقه 2008 و2007، لان هم تبع البراعم، فموحد الطريقه بتاعتهم. بنحضر محاضرات كتيره مع فرق الـ الناشئين فوق، وفيديوهات كتيره على طريقه اللعب. وهو بعد دوري زد قال لي ان شاء الله باذن الله هنوحد الطريقه بحيث تبقى كلها طريقه واحده، ودي حاجه كويسه طبعا، لان كله بيخدم على قطاع الناشئين. كابتن ياسر محمدين طبعا مشرف على مشرف فني على البراعم، هو همزه الوصل او اللي بيعمل لينك بيننا وبين الخواجه. بيتابع الشغل بتاعه، الخواجه بيدينا خطوط عريضه وبيسيب لنا مساحه كبيره قوي اللي احنا ننفذ، وبيتابع الشغل بتاعنا بتنفذ صح ولا غلط. فارق معاكم في قطاع الناشئين؟ يعني دايما الفكر ان مدير فني للاعبين هيطور اللاعبين، لكن الحاجه الجديده اللي احنا بنشوفها وبنصورها ومتابعينها معاكم ان هو كمان في اجتماعات دوريه مع المدربين، حاضر المدربين، طلع معسكرات مع الفرق اللي بتلعب بطولات الجمهوريه في اسماعيليه في بدايه الموسم، دايما بشوفه مجتمع دايما مع المدربين. وكمان اللقطه الشهيره بتاعته بيقعد فوق المبنى الاداري دايما بالكاميرا بتاعته جنبه المصور، ويقعد يصور ويتابع الماتشات من فوق. ده مهم جدا. هو طبعا يعني مستر مايكل من الناس اللي بيعمل باجتهاد، يعني دؤوب كمان في عمله، عنده جلد على طول ان هو يفيد المدربين ويفيد القطاع. فعلى طول المحاضرات وعلى طول الاجتماعات ديت مع المدربين ومع اللعيبه،
بنشوف فيديوهات كتير قوي، بنشوف الاخطاء وبنحاول ان احنا نصلحها اثناء الاسبوع. وهو مهتم جدا بفرقه 2008 و2007 على الخصوص، يعني لان هم السنه الجايه فرقه 2008 هتلعب 11 وفرقه 2007 اوريدي السنه دي بتلعب 11. فمستر مايكل بصراحه سايب لنا مساحه كبيره كمان، يعني بيجي يتابع التمارين والشغل، بيدينا خطوط عريضه وبيشوفنا هنطبق. المدرب يتذكر بيسيب لنا بيسيب لنا مساحه، يعني في مشرفين بيدوا لك التمرين لا هو بيقول لك فكر ونفذ انت فبيقول لك، وبعدين بيجي يسال الهدف من التمرين ده ايه. لازم دي مهمه جدا، بيقول لك الهدف، ولازم نقول للاولاد، انا في طبيعتي ان انا لازم بقول للاولاد الهدف من الشغل ده ايه. فدي مهمه جدا. لعبتوا كم مباراه دلوقتي في بطوله البراعم؟ لعبنا 5 ماتشات الحمد لله كسبناها كلها، كان اخر ماتش ماتش الشمس كسبنا 8 يمكن. مستر مايكل والكابتن خالد هنوني على المباراه دي، وهو قال لي كلمه، قال لي انا مش بهنيك على النتيجه، انا بهنيك على الاداء، لانه كان بيصور الماتش واداني فلاش ان انا اشوف الماتش، يعني فعمل ماتش كويس قوي ما شاء الله. الاداء اهم بالنسبه لك من النتيجه، خاصه في المراحل السنيه الصغيره دي، ان تشوف الولد بيتعلم ويتطور ولا النتيجه مقياس؟ ولا ممكن يكون الفرقه كسبانه 10 وانت زعلان برضو متضايق منهم عشان ما بينفذوش؟ يمكن كان في مباراه تقريبا الشرطه كانت قبل الشمس، انا كنت زعلان جدا. هي النتيجه كانت 1-0، كسبت 1-0 بس الاداء ما كانش كويس. الفرقه كلها كان دي اوف لبعض اللعيبه، وده وارد طبعا. يعني انا كنت زعلان جدا من الاولاد، وقلت لهم الماتش ده لنسيان كاداء، لكن النتيجه اوكي ما فيش مشكله. وطبعا وارد ان يحصل الكلام ده، بس انا بقول لك كابتن ان نظام المسابقات نفسه لازم يتغير. يعني نظام المسابقه بالثمانيه اللي هم 12 سنه 13 سنه لازم يتغير، لازم يبقى مسابقه، لازم مسابقه لكن مثلا 11 و10 و9 مهرجانات ما فيش مشكله. لكن الاولاد وصل لسن 12، اعتقد لعيب نادي الاهلي عنده من المسؤوليه ان هو يلعب وينافس. طب هل التدرج مطلوب النهارده؟ برضه ما عشان الولد ما بيلعبش 7 جول يجي مره واحده يلاقي نفسه بيلعب في ال11 فهيلاقي في فرق كبير جدا، فالتدرج ده النهارده بيلعب على مساحه اكبر، السنه الجايه هتلاقيه بيلعب على مساحه الملعب، ممكن يكون التدرج ده مطلوب برضه. والله يا كابتن بس انا شايف ان 2008 من اول 12 سنه لازم يلعب 11، لكن الفرق الصغيره مش قران ان هم يلعبوا 5 جول ما يزودوا مساحه الملعب شويه، يلعبوا 6 جون و2007 جون وهكذا. بس 12 سنه انا شايف ان هم ممكن يلعبوا 11 يعني من اول 12 سنه يلعبوا 11. انا من رايي طول ما الاعمار السنيه الصغيره دي فرصه للولد انه يستمتع، فرصه انه بيمارس رياضه. للاسف احنا حولنا هنا مهرجانات البراعم دي في 2011 و2010 و2009 بقت خناقات ما بين حكام واولياء امور وصراعات، وابتعدنا عن الهدف مين اللي بيفوز. انا عايز اكلمك في اصعب او في الحاجات الصعوبات اللي انت بتواجهها في مسابقه 2008. والله يا كابتن يمكن التسنين، بس انا مش مشكله بالنسبه لي، لان عندك لعيبه، عندي لعيبه. يمكن لما اجي بقيم اي لعيب بقيمه على 3 عناصر، القوه والسرعه والمهاره. انا الاولاد دي لسه ما بلغتش، انا بركز على حاجتين، المهاره بنسبه كبيره لازم يكون عند اللعيب، والسرعه. فانا ما اخليش اللعيب اللي هو مسنن او مزور ده يحتك بيا بسرعه التصرف الكوره، وده اللي انا بدرب الاولاد عليه او شغالين عليه من اول الموسم، اللي هي الاستحواذ في مساحات ضيقه كويس، واطلع الكوره من رجلي بسرعه، وعندي قدرات لعيبه مساعداني انها تنفذ الكلام ده. يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى في دوره زد الاداء كان لكل الناس، حتى الكابتن علاء نبيل هناني، طبعا الكابتن خالد بيبو طبعا هناني على الفرقه، وهو قال لي انا بستمتع بالفرقه دي. هو احنا كمان مستمتع بيها دايما لما بننقل اهدافها وبنصار معاها مستمتعين بيها ما شاء الله على 2008. لا الاداء كابتن يعني بفضل ربنا في ناس كتير قوي بتيجي تتفرج على الفرقه. انا المشكله بالنسبه للقطاعات عموما في مصر كابتن، اولياء الامور اولياء الامور لازم يفهموا ان في تارجت معين لابني، ان انا عايزه يلعب في اي حته في الدوري الممتاز في الاخر. لكن هم بيخشوا في صراعات مع بعض على اساس ان الولد ده لازم يلعب في النادي الاهلي. يعني هدف بالنسبه له ان هو يستمر في النادي الاهلي، ودي مشكله بالنسبه لولي الامر وبالنسبه للولد. وبعدين ما ولي الامر يعني انت عايز تلخصها ان هو حاطط ضغط على الولد الصغير. بالظبط كده، ما ينفعش في السن ده. لا زي ما انا قلت من شويه، السن ده في السن استمتاع، الولد بيتعلم وبيستمتع بكره القدم. وبعدين يا كابتن الهدف ايه؟ انا ابن صغير لسه في سن البراعم لسه، يعني في طفره هتحصل له 13 14 15 سنه هيبان شكله اذا كان الولد ده هيقدر يكمل فيرست تيم ولا مش هيكمل.
والله انا بشوف، بص بشوف ساعات مهزله في المهرجان بتاعه البراعم يعني. طبعا. مره وانا بتفرج شفت مره من المرات مدرب واقف على الخط ولد عنده 9 سنين بيعنفه كانه لعيب في الفريق الاول، كانه بيلعب مسابقه مثلا كاس العالم، واللعيب ده خسر المدرب بطوله كاس العالم. تشوف الاسلوب والطريقه يعني حاجه منفره جدا. حاجه تانية برضو من الحاجات اللي شفتها، ولي امر نط من على السور علشان عايز يضرب حكم في مهرجان براعم. ايوه كابتن. هم مشدودين جدا. وبعدين مع احترامي ليهم يا كابتن، هم بيعندوا بعض. بيعندوا بعض، والضحيه الولد في الاخر. محمد صلاح رفع سقف الناس في الكوره دلوقتي. طبعا يا كابتن. طموح اي لعيب في مصر دلوقتي او اي لعيب في العالم بصفه عامه يبقى محمد صلاح. يعني محمد صلاح ونني وتريزيجيه، بس محمد صلاح بالذات طبعا، كل الناس بس محمد صلاح ان هو تارجت بالنسبه لهم وهدف بالنسبه لهم. وده حق مشروع، بس في ناس يا كابتن طموحها في ولادها او في ابنها اكتر من امكانياته. فده بيضغط على الولد وبيضغط على ولي الامر. وبيضغط على المدرب. يعني الولي الامر ما بيشوفش عيب ابنه، بيشوف الميزه بتاعته. يعني لو عمل جات له 10 كور، عمل 9 مس باص وعمل باص كويس، هيقول لا ده ابني عمل باص كويس. باص كويس ما بيبصش للعيب بتاعه، بيبص للحاجه الكويسه اللي عملها. ما هو ده دور ولي الامر. والنهارده لازم يبقى في تواصل دايما ما بين ولي الامر والانديه، ممكن الانديه توجه اللاعبين. طبعا في السن الصغير ده، ودي حاجه خلاص يعني بقت منفتحه العالم كله، السوشيال ميديا دلوقتي. الولاد الصغيره ازاي بتتعامل معاهم دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا؟ اكيد ليهم مواقع التواصل الاجتماعي وكده، فدي اسلوب برضو لازم انت كمدرب تنزل حتى بدماغك للولد الصغير وتفكيره. عايز اسمع ردك في النقطه دي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسامه، كنت بكلم حضرتك قبل الفاصل عن التواصل مع الولاد الصغيرين. التواصل طبعا بيكون صعب، خاصه دلوقتي يعني بعد الانفتاح دلوقتي والسوشيال ميديا. ازاي بيتم التواصل مع ولد صغير لسه عنده 12 سنه؟ والله احنا عاملين جروب لفريق 2008 عن طريق الاداري كابتن محمد كشك، وهو اللي بيقدر يتواصل مع الاولاد يعني. وده الافضل، ان المدير الاداري او الاداري المسؤول عن الفرقه هو اللي يتواصل مع الاولاد. يعني ما فيش داعي للمدرب هو اللي يتواصل بشكل مباشر مع الاولاد، عن طريق الاداري. كل التعليمات انا بديها للاداري، والاداري بينزلها على الواتس للاولاد. فالتواصل بيبقى مع الاداري افضل. طب بالنسبه لحته الدراسه والتنسيق ما بين الدراسه وما بين التمرين والكلام ده كله، طبعا بتحط مواعيد التمرين النهارده بعيد طبعا عن مواعيد الدراسه والمدرسه؟ طبعا يا كابتن. وبصفه عامه طبعا التمرين بيبتدي مثلا تجمع 2:30، التمرين بيبقى الساعه 3. بس لظروف الكورونا الايام دي طبعا معظم الاولاد ما بيروحوش المدرسه، بس احنا برضو مستمرين على نفس المواعيد دي. 2:30 التجمع، والتمرين بيبقى الساعه 3. طبعا بيبقى في تواصل طبعا واهتمام بالاولاد طبعا في الدراسه، اهتمام كبير، بحيث ان هو طبعا لازم يبقى الولد برضو عنده ثقافه ومتعلم. ده الافضل طبعا. فبيبقى في تواصل طبعا. طبعا بيبقى في تواصل طبعا مع، بس عن طريق الاداري. عن طريق الاداري. يعني انت مفضي نفسك للحته الفنيه اكتر طبعا بالنسبه للولاد. الاداري ده يعتبر مدير الكوره بتاع الفرقه، هو المسؤول عن كل حاجه. عن طريق انا برضو بشكل مباشر، بس انا سيب له الحته الاداريه دي. تمام. عايز اكلمك عن الجهاز الفني بقى، المعاون معاك مين اسمائهم او مين الناس الموجوده معاك؟ كان معاه كابتن احمد رؤوف، بس طلع 2001. ومعاه كابتن سمير عبد الله، مدرب حراس، مدرب هايل بصراحه، اخلاقه عاليه جدا ومدرب فني هايل يعني. ومعاه كابتن محمد كشك، ومعاه عمال محمد شعبان واحمد بنيامين. تعالى مع بعض كده نشوف التقرير ده مع لاعبي وجهاز 2008، وقالوا ايه عن مدربهم الكابتن اسامه زكي. احنا الاول بس واخدين المساحه كامله من عندنا، من كابتن اكرامي المشرف على مدرب راس المرمى، كابتن خالد بيبو، مستر بروكيتش. احنا بننمي في الولاد ان انا اهم حاجه عندي ان انا ببقى في السن ده انا معلم قبل ما اكون مدرب، ان دي مرحله تعليميه، ان انت في مراحل البراعم كلها انت بتبدا تتربي الاول الولد على اخلاق النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي قبل المراحل الفنيه بكتير جدا يعني. لكن المراحل الفنيه انا الحمد لله من السنه اللي فاتت عندي يوسف صنديد 30 ماتش من غير ما يدخل فيها ولا هدف. السنه دي يوسف صلاح لسه جاي جديد النادي، لعبنا بطوله زد بدون ولا هدف 5 مباريات، خدنا البطوله الحمد لله بفضل ربنا رقم 1، وبعد كده حراس المرمى، وفي الدوري 6 مباريات اهو الحمد لله بدون ولا هدف يوسف صلاح. فالحمد لله احنا بننمي في الاولاد ان احنا رقم 1 شخصياتهم،
شخصية، ان انت من صورك لازم تكون عندك شخصية القيادة، لان حارس المرمى هو اللي بيبدأ في كل حاجة، هو الكابتن جوه الملعب، فهو اللي بيقود الملعب كله. رقم واحد شخصية. الفنيات دي مرحلة تعليمية، فبيبدأ يتعلم في كل حاجة. انت نفسك بتبدأ تشوف حاجات الولد نفسه اصلا انت ما بتعلمهاش، الولد بيطلع من جواه موهبة بتشوفها، انت لسه الموهبة بتبتدي تنمو. فطبعا الجزء الفني كله احنا بنشتغل معهم من الصفر. مهما يكبر الحارس، مهما يكبر لازم ياخد معلومات اكتر، لانه بيعدي على مراحل كتير جدا يعني. فدي مرحلة تعليمية وتعديل الاخطاء، لازم بيعدي على اخطاء كتير. وانت دورك ان احنا بنعلم تحت مظلة النادي الاهلي، اللي هو انت في النادي الاهلي. لعبنا مباراة كتيرة والحمد لله عدينا كويس وسمنا كويس، والتمرينات الكابتن ما بيسيبناش، بيدينا بدني على طول عشان نبقى في الماتشات احسن. ربنا يكرمه في الفرق الكبيرة ويكونوا مدربين في الفرق الكبار، وان شاء الله يقدموا معنا موسم جميل. حلمك ايه؟ حلمي اكون لاعب كبير قوي واكون زي محمد صلاح. اهم حاجة نبقى نكون رجالة ونكسب كل ماتش، عشان احنا الاهلي ما بنكسرش وكده. بس احنا لعبنا كذا ماتش والحمد لله كسبنا فيهم وما خسرناش ولا تعادلنا، عشان ما ينفعش نخسر ولا كده. لازم تلعب كويس وشد حيلك كده بس. حلمك ايه؟ نوصل في الفريق اول. الحمد لله الماتش اللي فات ادينا كويس جدا بشكل كويس، عشان من اول الماتش سهلنا على نفسنا الماتش، جبنا اول جون في اول 5 دقائق، بعدين تاني جون ورا تالت جون، بقى الماتش سهل بالنسبه لنا، والكابتن بيشجعنا اكتر واكتر من بره. يعني بيقول لي قبل الماتش خليك ايجابي على الجون، ركز على جون كويس عشان نسهل الماتش من الاول، يجيب جون فالماتش يسهل، والفرقه اللي بتلعب ضدنا يعني تستسلم، فاحنا نقدر نجيب جون اكتر ونأدي بشكل احسن. وحلمك ايه مع النادي الاهلي؟ ان شاء الله هطلع الفريق الاول ومن احسن اللعيبه في مصر. تقول ايه للكباتن بتوعك؟ اشكرهم جدا طبعا للاداء اللي هم خلينا فيه والمساعده بتاعتهم لينا. ما شاء الله عليهم، بالرغم يعني لعيبه صغيره لكن عندها شخصيه النادي الاهلي، وكمان متحدثين مش هايبين الكاميرا او الموقف نفسه. كابتن اسامه، واحنا كنا بنناقش قضيه مهمه جدا في بدايه الحلقه، وكان معايا مداخله مهمه جدا كابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري عن الغاء البطولات السنه دي. كان في فكره كده او كان في بالونه اختبار من اتحاد الكره عايزين يلغوا مسابقات الناشئين والبراعم. الاول يعني رايك انت في الفكره دي او رايك في الموضوع عموما ايه؟ والله يا كابتن انا مش شايف هدف معين لالغاء. احنا بدانا الموسم والفيرست تيم بيلعب. طيب الناشئين ايه المشكله ان هم يكملوا؟ طبعا الانديه بتصرف مبالغ طائله، تمام. ويمكن السنه اللي فاتت احنا مع التوقف طبعا يمكن بسبب الكورونا كان مجلس اداره الكابتن الخطيب صرف لنا كل مستحقاتنا لغايه اخر شهر. يعني السنه اللي فاتت رغم توقف النشاط طبعا السنه اللي فاتت وجائحه كورونا طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وفى بوعوده كلها بالنسبه لقطاع الناشئين طبعا، واحنا كنا بنتفاجئ كل شهر ان احنا المرتبات موجوده وانتوا قاعدين في البيت واحنا قاعدين في البيت مفيش نشاط. فدي طبعا خساره كبيره على الانديه. احنا يعني مش عارف على اي اساس اتحاد الكره لغى او مثلا قال لك 2003 و2006 هم اللي هيكملوا عشان بطولات جمهوريه او اللي هي منتخبات. طب والانديه و2001 دي و99 والبراعم يعني هنعمل ايه؟ طب ماشي اوكي يلغوا بس يلاقوا حل، ممكن تبقى بطولات مجمعه مثلا في كل مثلا اسبوع يعملوا بطوله مجمعه، ايه المشكله؟ زي زد ما بتعمل، زي الصيد ما بيعمل، بحيث الدوري يكمل. لكن ليه الدوري ما كملش؟ يعني ايه اروح لبطولات مجمعه بدل عندي نشاط؟ النهارده انت مصر بتنظم كاس العالم لليد بنظام بيبهر العالم كله، احنا خلاص بنمشي خطوات لقدام، ارجع في خطوات في الناشئين عشان ابعد او ارجع ورا علشان اجراءات ممكن انا اطبقها وافرضها في المهرجانات وفي المسابقات، يبقى في اجراءات احترازيه في الملعب، يبقى في عدد قليل وتشتغل الدنيا. والله يا كابتن انا مش عارف ايه الهدف، يعني في اجراءات كتير ممكن تتاخد بحيث الدوري يكمل. يعني على اساس برضه في مدربين وفي عمال وفي موظفين، فهيبقى له كبير قوي على مجالس الادارات في كل الانديه مش في النادي الاهلي بس. ما هو لو النادي الاهلي السنه اللي فاتت التزم وقت جائحه كورونا وسدد كل مستحقات اللاعبين والمدربين واوفى بوعوده كلها، السنه دي لو الدوري توقف هيبقى في مشكله طبعا. طبعا هيبقى طبعًا في مشكله طبعا. فاحنا يعني النهارده الانديه هتدي منين؟ النهارده عشان يبقى الانديه تقدر تسدد مستحقات مدربينها لازم يكون المدرب موجود وشغال بالظبط بيصرف بالظبط. فاحنا طبعا يعني اتحاد الكره كان لازم ياخد في 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 الحته دي او النقطه ديت
واستمر في البطولة. وبعدين البطولة فضل الله احنا هنكمل الدور الاولاني 3-4 ماتشات وهنلعب الدور الثاني. فانا مش شايف فيها اي مشكلة ان احنا نكمل الدوري. انت النهاردة في شهر واحد يناير المسابقة الجديدة في موسم جديد تبدأ في شهر كام؟ شهر 11. شهر 11 يعني انت النهاردة عايز اقف 10 شهور عشان الغي مسابقة كابتن بقرار فردي؟ احنا ما بدأناش غير مدروس. ده خامس ماتش يا كابتن. خامس يعني ماتش يعني شهر واسبوع. بدأنا في كام؟ في شهر 11 اخر 11 صح؟ مسابقات شهر واسبوع. لعبنا خمس ماتشات كل اسبوع ماتش خمس اسابيع. طب بدأنا امتى وهننهي امتى؟ فانا مش عارف على اي اساس هم لغوا او خدوا القرار ده على اي اساس. طب ما البطولات كلها شغال. طب و2003 و2006 ما فيهاش كورونا؟ لا و2003 2006 قال لك استكمالها وهتلعب التصفيات النهائيه دورين علشان دي يعني الفرق اللي هيختاروا منها منتخبات. طب النهارده عندك جيل 2001 ده اللي انتوا ظلمتوا الكابتن ربيع ياسين وكنتوا حطيتوه كبش فدا فيه يعني وعايزين تبوظوا جيل مهم جدا. الراجل اشتغل سنتين ونزل النجوع والكفور والكره عشان يجمع اللعيبه دي وما شاء الله عمل جيل مميز. خلاص الجيل خلاص يعني ما كابتن فرقه 2001 ديت من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا وكانت مصنفه انها تاخد البطوله في تونس. فخلاص كده ملهاش ارتباطات خلاص الغي يعني الجيل ده يروح فين؟ طيب والبراعم دي كتير على مستوى مصر يعني هيقعدوا بقى ال 10 اشهر دول اللعيبه ولا ايه؟ انا مش فاهم لسه يعني الرؤيه ما بانتش خلاص ما بعتوش اي حاجه رسميه هم ما بعتوش اي بس في اتجاه كبير في اتجاه كبير للالغاء بس طبعا يعني ما جاش حاجه بشكل رسمي. بس يعني انا بناشد طبعا اتحاد الكوره والمسؤولين المنطقه بتضغط منطقه القاهره عايز المسابقه تكمل كل المناطق وكل المدربين فما ادوناش مبرر حتى للالغاء يا كابتن. فارجو انها تكمل ان شاء الله باذن الله وانا بضم صوتي لصوتك واتمنى استكمال جميع مسابقات الناشئين سواء المناطق او الجمهوريه او البراعم. كابتن اسامه شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك كابتن. استمتعنا معاك وان شاء الله يعني نشوف 2008 اللعيبه بتاعتهم منوره بعد كام سنه في الفريق الاول ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن سعيد. سعيد في نهايه حلقتنا بشكر ضيفي اللي منورني ومشرفني كابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2008 اللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. بالنسبه لموضوع محمد الشناوي هرجع تاني النهارده النادي الاهلي قدم تظلم لاتحاد الكره والتماس عشان عقوبه محمد الشناوي عقوبه الايقاف 4 مباريات العقوبه الظالمه. بكره في اجتماع للجنه الثلاثيه اتمنى ان يكون القرار هو عدم عقوبه محمد الشناوي باي مباراه. ده الحق وده الفير وهم عارفين انهم قرارهم بالنسبه لمحمد الشناوي قرار ظالم. كده وصلنا لنهاية حلقتنا اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الاشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.